خير. اول شيء كان نرحبوا يعني بالمنبر الاعلامي صوت العداله اللي كيواكبنا في جميع الانشطه اللي كتكون بها مقاطعه المناره. واليوم اليوم هذا الاحتفال كاين بمناسبه الذكرى 24 لتربع صاحب الجلاله على عرش اسلافه الميامين. نحن يعني جد سعداء باش نحتفلوا بهذه الذكرى الغاليه على قلوبنا، ومن خلالها كنعبروا على اساس اننا مجند وراء صاحب الجلاله من اجل استكمال مسار التنميه، مسار الاصلاح، مسار يعني التقدم الرقي بهذا المغرب الحبيب. ومقاطعه المناره بكل مكوناتها مستشارين ونواب ومنتخبين، وكذلك السكان ديال مقاطعه المناره كي دائما راه مجند وراء صاحب الجلاله. وراه يعني هذا الاحتفال هذا كيدل على اننا جد سعداء بهذه الذكرى اللي هي ذكرى عزيزه علينا. والاسبوع المقبل يعني نهار السبت الجاي نهار 29 من هنا في هذه الساحه، ساحه الكركارات بالمسيره، غادي تكون واحد السهره كبرى فيها فنانين مغاربه معروفين على الساحه الفنيه، واللي غادي يحييوا واحد الثغره كبرى بهذه المناسبه، واللي من خلالها كنعبروا على تجندنا وعلى اننا راه هذه الذكرى غاليه جدا علينا وعلى جميع المغاربه. ومن خلالكم راه كنوجهوا الف تحيه للمغاربه جميعا فين ما كانوا، وكل واحد كيحتفل بهذه المناسبه هذه لانها رمز للمغاربه كاملين ورمز التلاحم ديال المغاربه وراء صاحب الجلاله. وشكرا لكم مجددا. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد زكريا فونتير رئيس جمعية شباب الخير. نشكروا جريدة صوت العدالة على المواكبة ديالها الدورة الثانية لإحياء المرة الثقافية في العيط بشراكة مع مقاطعة المنارة بمناسبة الذكرى 24 لتربع صاحب الجلالة على العرش. كما تتعرفوا دينا الدورة الأولى الفكرة ديالها باش نحيوا هذا المورد الثقافي اللي بدا تينضطر ونخرجوه من السور من المدينة القديمة ونجيبوه لأحياء أخرى. والفكرة بدات في الدورة الأولى، بدات فكرة صغيرة والحمد لله بعد الدورة الثانية بدا الحلم ديالنا وهذه الفكرة وهذا العرس تيكبر. وكنتمناو إن شاء الله من السنة الأخرى يكون عند حسن ظنكم وحسن ظن الجمهور ويكون من حسن الأحسن.